النهارده الرئيس اتكلم على الشهيد، اتكلم على اسره الشهيد، اتكلم على الوطن، اتكلم على التضحيه، اتكلم على الفداء، اتكلم على البناء. نستمع الى جزء من كلمه الرئيس. ولا يخفى عليكم ايها الاخوه الاعزاء ان مصر واجهت خلال السنوات الماضيه الكثير من التحديات غير المسبوقه على كافه الاصعده. فعلى المستوى العالمي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكل جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار. أما على المستوى الداخلي فلقد واجهت مصر ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته. ويشهد العالم بأسره بما حققناه. النهاردة الرئيس اتكلم عن مجمل المشهد العام، واتكلم على الشهيد وأسر الشهيد، وقال إنه خلال السنوات الماضية تعرضنا لأزمات كثيرة، أزمة كورونا، واستطعنا أن احنا نصمد ونقف ونحقق أعلى نسبة نمو، وبعدين حدث موجة تضخم ومشكلة سلاسل الإمداد أثرت على الأسعار العالمية. في مصر بنحاول نقف لنصد هذه الهجمات السعرية لكي لا تنتقل هذه الآثار بكامل نسبها إلى المواطن من خلال إجراءات الدولة بتتخذها زي ما سمعت السيد الرئيس بيتكلم. النهارده تاني بقفل هذا الموضوع وبقول انه طول ما فيه مؤسسه عسكريه يعني ماضيه في طريقها بهذا الحب، بهذا الوفاء، بهذه التضحيه، طالما لدينا مؤسسات في الدوله بتعمل ليل نهار من اجل هذا الوطن، حفاظ عليه، حمايته، بقاؤه، بناؤه، أعتقد إن شاء الله لن يصيب هذا الوطن أي شر بإذن الله.